تكريسا لمبادئ الشفافية والمساءلة الاجتماعية وتفعيلا لأدوات الإعلام الاجتماعي لتصبح أدوات فاعلة تعزز التواصل بين النواب ومنتخبيهم، نظم مركز الحياة راصد الأربعاء جلسة لاستعراض نتائج تقرير أداء مجلس النواب 18 على وسائل الإعلام الاجتماعية. وفي هذا الصدد يسعدني أن أهنئ مجلس النواب الأردني بأن صفحة مجلس النواب الأردني على الفيسبوك هي الأول عربيا، وهي أكثر صفحات مجالس النواب على مستوى المنطقة العربية تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر المعلومات وانفتاح، وهذه خطوة تحسب لمجلس النواب الأردني التي تعزز شفافية المجلس وترفع من حجم التفاعل معه. المستوى الثاني هو رصد لصفحات جميع اللجان المتعلقة بالمجلس، تم رصد كل صفحات المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك وتويتر وتم تحليلها، وجميع الكتل أيضا على صفحات المجلس. وهنا يعني اسمحوا لي أن أهنئ كتلة الإصلاح على صفحتها المميزة اللي على الفيسبوك اللي هي أكثر تميزا بين الكتل، وأيضا تم رصد جميع النواب بشكل فردي على وسائل التواصل الاجتماعي على مدى عام كامل. نوعي أيضا ارتكز عليه التقرير من خلال قراءة وجمع وتحليل محتوى المنشورات لأصحاب السعادة على الفيسبوك وتويتر على المنصة الذين يتواجدوا عليها، لنعرف ما هي طبيعة هذه المنشورات، هل كانت اجتماعية أم منشورات تتعلق بالمجلس، تتعلق بأخبار المجلس أو نشر أي معلومات عن المجلس، منشورات تشاورية وهي التي تختص بالتشاور وأخذ الرأي من قبل القواعد الانتخابية، منشورات سياسية يعبر فيها النائب من خلالها عن آراء سياسية، موقف من سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، أو منشورات تتعلق بالخدمات العامة المقدمة سواء كانت للقواعد الانتخابية على مستوى الدائرة أو إذا كانت بالخدمات العامة ككل. وعمل التقرير على متابعة صفحات أعضاء مجلس النواب والكتل البرلمانية واللجان النيابية والحسابات التابعة للأمانة العامة لمجلس النواب من خلال مؤشرات يمكن القياس عليها خلال عام كامل لمقارنة أداء كل نائب كعدد المتابعين للصفحة أو الحساب وعدد المنشورات وعدد التعليقات وعدد المشاركات وعدد التغريدات ونوعية المنشورات التي تنشرها. حمزة نايف المعاني، الحقيقة الدولية.